ماتيريال لديلي ميك اب لميك اب نهاري، اوريكم ازاي وانا نازله بعمل ميك اب. عاده انا ما بحبش الميك اب يكون تقيل، بحبه يكون سامبل عشان البشره تبان ناتشرال والبشره تبقى معمولها كوركت، يعني تكون هيلثي اكتر. بس لكن مش بحب يكون الميك اب اوفر. هنشوف ده في الفيديو. يلا خلونا نبدا. بس لو الفيديو عجبك هتعملوا لايك وهتعملوا شير مع صحابك عشان يستفيدوا، تعملي سبسكرايب لو انت جديده واول مره تشوفيني بالقناه، وفعلي الجرس عشان تشوفيني مرات جايه كتير. ويلا خلونا نبدا الفيديو. هنحضر البشره ان احنا نعمل لها ميك اب. فاول حاجه انا بشرتي تي زون فبمسحها بالتونر. تمام، التونر بتاعي زيت شجر او شجرة الشاي، تمام، من اوريفليم البادز القطنية. نمسح وياريت نخلي القطنة مبلولة على البشرة كفاية بحيث ان البشرة تبقى وات كده من الدية، يعني بحيث ان التونر ينشف عليها. نمسح منطقة التي زون كويس عشان نضمن ان مفيش اي دهون فيها. تمام، انا طبعا غسلة البشرة وبرغم من كده بعد التونر بحس ان انا بشرتي مش غسلها، بتطلع طبعا كمية اوساخ غير طبيعية. بصوا البادز عاملة ازاي. اوكي تمام كده خلصنا اول نقطة، بسيب البشرة التونر ينشف عليها شوية، وبعد كده ببدأ أجهز المرطب. أنا الفترة دي بستخدم من ايفرو شيب بيور سيستم من المجموعة دي. لو حابة تاخدي سكرين شوت، كنت قبل كده بستخدم شجرة برضو الشاي اللوكشن فيس بتاعهم، وستيل لسه بستخدمه بس مش كل يوم مركزة مع ده عشان أشوف الأفكت بتاعه معايا ايه. فهنبدأ نحط. هو بصوا تحسوه لوشن خفيف كده، نحطه على الوش كله. طبعا انتوا شايفين البشرة طبعا عندي متبهدلة شوية مطرح الحبوب. هنبدأ نوزع اللوشن، هو عامل زي اللوشن كده. تمام، البشرة بتتشربه بسرعة جدا. نحاول واحنا بندلك البشرة او بنحطه نرفع البشرة لفوق، كمان ما ننزلهاش لتحت، يعني ما نعملش كده. تمام، خلاص البشرة كده اتشربته. بستنى حاجة بسيطة جدا اضمن ان المسام اتشربت البشرة كويس، وبعد كده هبدأ احط السان بلوك وهو اللي انا بستخدمه من باي ديرما. طبعا كل بشرة بتختلف او بتستريح مع سان بلوك معين. استخدمي السان بلوك اللي انت بتستخدميه، انا بوريكو انا بستخدم ايه. البشرة بدأت تتشرب الكريم، هنبدأ نحط السان بلوك. طبعا لو انا اوف كاميرا مش بصور، هستنى اكتر من كده شوية، بس هي البشرة بدأت تتشرب اللوشن. مش عايزة اكتر سان بلوك قوي لان انا بشرتي مش عارفة هو قرب يخلص او انا عشان قلبان. تمام تمام، بس كده الاحلى حاجه فيه ان ده البشره الدهنيه. وخلي بالك وانت بتروحي المكان اللي بتشتري منه الصن بلوك على الطرحه، المكان اللي بتشتري منه الصن بلوك تفهمي الدكتور او البنوته السيلر او ايا كان اللي واقف نوع بشرتك، وبتسالي اذا كان هو ما سالش. تمام، فانتي لازم تسألي هل ده مخصص لنوع بشرتك ولا لا لو انتي عارفاه. لو مش عارفه هناك هما بيساعدوكي، في اي صيدليه كبيره بيساعدوكي على اختيار الصن بلوك الكويس والمفضل لنوع بشرتك. دلوقتي معظم البراندز بقت خلاص
يعني موجود فيها معظم البراندات وفيها اوفرز حلوه. كمان هستخدم ده من اوريفليم او باي بالانس، حاجه منهم بستخدمه للهاند كري يعني للسان بلوك للايد، بس النهارده هستخدم من اوريفليم كده نوزع على الايد. اوكي، اهم حاجه لان بنات كتير قوي سواء كنت بتسوقي او بتخرجي الجامعه في الشمس تتعرضي، فالايد معرضه ان هي تغمق بسبب تعرضها للشمس. تمام، وزعت كويس جدا. ما ننساش البالم، ودي من اوريفليم برضو، هي بيبي كريم تعمت اظهر في الفيديو ده اكبر عدد من البرودكتس اللي تكون رخيصة وفي متناول الايد عشان تقدري تعملي ميك اب ديلي سهل، وعشان في بنات بتحب تاخد نفس الحاجة اللي ظهرت في الفيديو ده. بيبي كريم من زوان من اوريفليم، الحلو فيه ان هو في اس بي اف 30 فنسبة عالية، غالبا 30 على ما لا 15 او 30 مش فاكرة، شو مبقاش كدابة، هراجع العلبة واكتب لكم. هستخدم بعد كده الخطوة اللي بعد كده الكونسيلر. لا خلينا نبدأ بالحواجب. الحواجب هستخدم من باليت ام ان، تمام، درجة 01، وهستخدم معاها الفرشة بتاعت اردن. طبعا استخدمي اي فرشة حواجب عندك، الفرشة دي كانت جاية مع جل حواجب اردن، هي فيها درجتين اللي هي 01 دي عشان الكاميرا 01 دي في منها اللي هو اللون الاسود، والاسود بتاعها على جراي غامق شوية مش اسود بلاك يعني، والبني، وده الشمع. الشمع مش هستخدمه، انا عايزة اعمل لوك ناتشرال او اسرح الحواجب. تمام، زي ما انتم شايفين الحواجب عندي خفيفة ومفرغة. اول حاجة بعمل خط من تحت كده، بحدد الحاجب النهاية بتاعته فين واوله فين. طبعا الخط يبان في الاول ان هو تقيل بس بعد كده يتعمل له دمج. يا رب يكون ده اول ميك اب توتوريال اعمله، يا رب يكون التصوير واضح والكادر واضح. اكتبوا لي تحت في الكومنتس لو مش واضح قوي او في حاجة ما كانتش واضحة، ممكن لما نعمل ميك اب توتوريالز تانية. هاي طبعا ده افضل ميك اب توتوريال بالنسبة لي لانه سهل وسريع ومفيش فيه شغل كتير يعني. تمام، هنحاول نوزع بقى الجزء اللي قدام من الخط، يعني مش هكتفي بس بالخط كده. تمام، اللي انا عملته وبدمج لفوق. الفرشه دي مضايقاني اللي هي بتاعه التوزيع دي، انا شويه التانية خشنه قوي بس كده. هنعمل الناحيه التانية، كل اللي انا عملته ان انا حددت اخر الحاجب من تحت اهو، وممكن لو انت حابه من فوق تحددي الرفعة بتاعت الحاجب او الديل بتاع الحاجب، حطي خطوط بس. تمام، كل اللي عليكي انك هتحطي خط او خطوط بتحددي بيها الحاجب سواء من فوق او من تحت، كل واحدة على حسب رسمة حواجبه، وبعد كده يبدأ يملأ الفراغات بتاعت. انا حواجبي فيها فراغات كتير، لو حواجبك ما فيهاش فراغات هتسرحي بس عشان تدمجي وتعملي بلاند لل الحواجب عندك. انا بس كده بعمل، وبعدين مسكة الفرشة السن الرفيع يبقى لتحت والعريضة شوية لفوق عشان دي كأنك بترسمي الروتس بتاعت الحاجب. تمام، بملى كده كل الفراغات سريعا، احاول ادمج. تمام، انا كده تمام. طبعا في اوريدي فرشه صغيره جايه مع العلبه اهو، هعمل بيها عشان في بنات مش وحشه يعني حلوه شغاله، وبس هي الفكره ان مفيش فيها فرشه اللي هي البلاند اللي هي شبه الماسكاره عشان تقدري تسرحي حواجبك، فالافضل ان يكون عندك فرشه ليها اتجاهين. انا بحب اوقف شعر الحاجب لفوق هنا، ده عايز يتعدل شويه الحاجب ده، الخط اللي تحت.
اوكي نبدأ نسرح كده. ونعدل تاني. انا كده ظبطت الحواجب، ممكن تحتاج تنظيف بسيط جدا. خلينا سريعا بقى نبدأ نعمل الكونسيلر. الكونسيلر ده من فيتمي، دايما اختاري من اي براند، مش لازم البراند دي، درجة غامقة ودرجة فاتحة. انا دايما بعمل كده، الغامقة عشان تغطي لو في هالات او اي دفوهات في البشرة، بعد كده بتقدري تحطي الدرجة الفاتحة تعملي لايت للاماكن اللي انت عايزاها. نحط فوق الجفن حاجة بسيطة. تمام. خلونا نحط كده على الكام حباية اللي عندي دول. بشرتي الفترة دي طالع لها حبوب كتيرة، بس كده احنا بنظبط بس البشرة. وقرب يخلص عشان كده ممكن فرشة البلاند دي فرشة كوري، تمام، وحلوة جدا، ودي من بي اتش، سواء اللي هي المسطحة او تحسوها بامب شوية، يعني دي او دي، تمام. بنوزع بيها، انا بحب اللي هي دي شوية عشان خاطر صغيرة الراس بتاعتها، بقدر ادمج بيها وانضف حتى فوق الجفن ولو في حاجة من الحواجب. خلاص بس كده دمجت تبع البشرة. تمام. خلونا نشوف بعد كده هستخدم ايه. بيبي كريم من NYC. البيبي كريم ده رغم ان هو الحجم بتاعه صغير الا ان هو معمر قوي. هحط جزء كده، هو خلاص في الاخر. نفسي قوي اشتري واحد بنظافة البيبي كريم ده، يا رب بس يطلع اهو. تمام. الدرجة بتاعته ناتشرال قوي على بشرتي. تمام. نزل المراية كده شوية عشان اظهر لكم في الكادر احسن. سوري بقى لو لقيتوني في الكادر مش انا طلعت كتير، انا مدخل الباقي، انا بعرف ادخله في التوب تاني. تمام. بس خلونا الاول، وكمان باجي عند تحت العين بحط منه عشان اوحد لون البشرة. وخلونا نبدأ نعمل بلاند كويس. عايزه اقول لكم بحطه كاني مش حاطه اي حاجه على السكن بتاعتي، بيكوركت بس اي غمقان اي حبايه. اهم حاجه الجزء ده ما ننساهوش عشان خاطر ما يبقاش في فرق. طبعا انا لو اوف كاميرا طبعا هيبقى من غير الطرحه، هطلع لكم بالبندانة، بس فضلت كده عشان نشوف اللوك في الاخر بعد ما لبست الطرحه يعني، فيبقى كله طالع مظبوط. تمام. بحاول ما اعملش كده يعني، وانا بوزع ما اعملش كده، احاول زي ما اكون بعمل تاب على البشره مع مسحة خفيفة. تمام. يعني تاب مع مسحة خفيفة عشان خاطر اللون يندمج مع البشرة في نفس الوقت ما يتمسحش وما تحسيش انك حطيتي حاجة. اهو ممكن بس اتاب كده برضو دي مش سبونج اللي هي زي البيك بلندر، لا دي سبونج عادية مبططة بس كده، بحيث لو اي زيادات تاخدها السبونج معاها وما تجيرش. اضمن كويس ان البيبي كريم ما يبقاش داخل في اي خطوط عندي، وكمان ان شعر الفرشة مش يعني شعر الفرشة ساعات بيبقى باين على الوش، فبتاب كده بحيث ادمج كله. تالي البشرة كده بقت تمام طبيعية، ما فيش فيها اي اوفر، يعني تحس ان البشرة حصل لها كوريكت، نورت، وفي نفس الوقت ما اللون ما فتحش. تمام. ممكن اعمل ايه؟ ممكن استخدم باودر
لو انت بشرتك بتلمع قوي في الشمس اللوز باودر مش باودر كومباكت دي من جود جيرل. تمام، هحط دي شويه صغيرين كده. تقدري تستخدمي اللي هي الاسبونشه دي، تمام كده بتوزعي بتثبتي بس. تمام، اماكن اللي فيها بتظهر دهون التي زون عندي هنا. تمام، وتقدري تعملي بفرشه، هوريكوا برضو ازاي. خلونا نعمل الجبهه بالفرشه. الفرشه دي بفضلها اكتر عشان لو حبيتي تعملي تحت العين تقدر تدخل في المنطقه دي. فخلونا نعمل بس الاول الجبهه، وبرده بالفرشه بمشي كده على باقي الوش بحيث لو اي زيادات تنزل وتطفي اللمعه. خلونا نشوف بعد كده احنا ممكن نعمل ايه. ممكن نحط كونسيلر من ميبيلين ايدريوند، اوكي ده لو انا حابه افتح تحت العين شويه وادي اناره. اوكي، بنزل بيها سنه على تحت، بعملها زي كاني هعمل علامه صح كده يعني، او بالطريقه دي ان انا بنزل شويه على عظمه الخد. اوكي، عشان ينور تحت العين، يا رب يكون باين. اوكي، نرجع بالفرشه دي و ابلند الموضوع شويه. ممكن نعمل الخطوه دي قبل اللوز باودر عشان طالما حطينا باودر على البشره بيبقى صعب دمج اي حاجه كريمي بعد كده، بس يعني انا تداركت الموقف فالمفروض كنا نعمل الخطوه دي قبل الخطوه بتاعه الباودر. فتحت كده تحت العين وفي نفس الوقت ما عملتش لايت قوي يعني، ظبطت بس كده. اوكي، هختار بعد كده ناخد فرشه، انا بحب الفرشه دي قوي. هي كوري كده، مش براند كوري، مش شعرها فلافي قوي، وكمان واخده الشيب اللي هو الانجل ده. تمام، هنفتح دي باليت برضو من ام ان. اوكي، بيجمنت حلو بتاعها وحاجه في اللذيذ يعني، ما مش غاليه طبعا. عندي الريفولوشن بس بحس ريفولوشن يعني عايزه بعد ان هو الخروجه كده شويه، مش هقول سهرات طبعا لان او مش مناسبات، لان المناسبات برضو بتبقى عايزه حاجه بيجمنت اعلى، حاجات هاي اند شويه. فخلونا ده في الديلي. تمام، هحاول على قد ما اقدر ما اكترش، ودايما وانا بوزع ابلند في نفس الوقت. هوريكم لو حسيتي انك بعد ما حطيتي الفاونديشن، بصوا البيبي كريم، انا عينها في الاخر. اوكي، انا بس عايزه تكير بس على الموضوع، هوريكم في الاخر لو انت حسيتي ان البلاشر تقيل تعملي ايه. تمام، لو البلاشر تقيل طبعا انا بدمج اكتر من لون مع بعض، يعني دايما بفضل احط لون فاتح عند الجزء الاولاني. تمام كده، ولو في لون غامق يبقى لورا، باخد اللون اللي بعده. تمام، ساعات ببلند اكتر من لون على بعض. خلوني اشوف كده الناحيه الثانيه، طبعا الناحيه الثانيه عندي متدمره من الحبوب. خلونا نشوف كده ميك اب عادي جدا وسامبل جدا ومش بروفيشنال قوي، بس بنعمل فيه تريكات كده زي البروفيشنال شويه يعني، زي حوار توزيعات الكونسيلر الباودر عشان نثبت مش عارف ايه، بس مش بنحط الاساسيات بتاعه الميك اب. بعد كده باخد الفرشه دي او الفرشه اللي انا قلت لكم زي دي كده، وببدا ابلند تاب برده كده بطريقه التابنج. اوكي، على البشره عشان خاطر لو حاسه ان في اي زيادات بلمجها او اي جزء حاساه
بقى زيادة، ممكن يكون على الكاميرا وتحت الإضاءة اللي أنا عاملاها دي تحسوا إن البلاش الخفيف، لأن طبعا الإضاءة بتاعت تسريحة وكمان الرينج لايت، فممكن يبان لكم في الآخر إن البلاش ضعيف، بس هو في المعقول وسط. وفي نفس الوقت ده اللي أنا عايزاه عشان خاطر أنا نازلة الصبح. هنعمل حاجة لذيذة جدا من باليت كاتريس، اوكي، الكونتور واللي هو الشيمري. خلينا نجرب باليت تانية غير دي، كنت عايزة احط هايلايت خفيف. خلونا ناخد من إيسنس اللون اللي هو البينك ده، بحبه. تمام، بناخد بالفرشة دي ونعمل نضحك ضحكة خفيفة كده ونحط على هو طبعا البيجمنت بتاعه مش قد كده، يعني مش واو، بس دي حاجة للصبح وحاجة خفيفة وحاجة تدي شكل جلوي وهيلثي للبشرة، مش اكتر، مش هنحتاج اكتر من كده، يعني مش هنحتاج نحط حاجة هاي اند، يعني انتي نازلة الصبح حاجة بس يعني للفنش الاخير بس كده، بلاش احط على النوز. وبرضو برجع تاني بالبراش دي، والبراش دي بالنسبة لي مهمة، لان انا كل ما بحس ان في حاجة زادت بتابنج عليها بيها كده بالراحة، فبتعمل توزيعة خفيفة. هنحط ماسكارا بس مش هرسم لاينر، دي من مابلين بوش اب انجل. الفرشة بتاعتها حلوة جدا، رفيعة، وعايزة اقول لكم وهمية، ودايما يبقى قدامك فرشة ماسكارا فاضية زي كده، عشان خاطر لو حسيتي ان الفرشة كتلت، الماسكارا كتلت، تقدري بس كده. هحاول افرق الرموش وتحت نفس الحكاية، نفس الحكاية بس كده بعمل او ماي جاد، في ماسكارا اتعملت على الجفن من فوق، هوريكم برضو النضافة ازاي. بس كده هناخد القطانة بتاعت الجبان اللي هي دي، وبالبيبي كريم او بالكونسيلر، وهنعمل كده فوق خط الرموش، وهنسرح وبعد كده هناخد محدد للشفايف. نفس لون الشفايف. واخيرا هستخدم من مابلين درجة 740، هو روج مات لون الشفايف، هو كريمي، سوري مش مات، دايما بفضل للصبح كريمي يدي لوك ناتشرال اكتر. درجة 740، وده كان اللون بتاعه. خلوني اوريكم اللون بتاعه اهو، ناتشرال قوي، واظن واضح برضه على الشفايف. ممكن اعدل بس خط الشفايف حاجه بسيطه، وعايزه الناس اللي بتقولي انتي بترسمي حسنه، الحسنه دي طبيعيه اهي، عشان بس ما طبيعيه مش رسمها، هي عندي كده خلقت ربنا. بس كده ده كان لوك النهارده. لو حابه تعملي اضافه وتخلي لون العين غامق شويه، ناخد لون
اسود كح، وده الجل بتاع كاترس اللينسز اتحركت. ندي بس عمق للعين شويه مش اكتر. هو ده، وده كان لوك النهارده. يا رب يكون سريع والفيديو معلش طول شويه، بس يا رب الفيديو يكون عجبكم واللوك ناتشرال. لو بتعملوا اي اضافات او اي تركات اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه هو البرودكتس اللي بتحطوها عندكم في الديلي ميك اب. يا رب اللوك يكون عجبكم، هنزل لكم بيه صوره على الانستجرام. اشوفكم على خير فيديو جديد، ولايك للفيديو لو عجبك، وكمان شير مع صحابك عشان يستفيدوا. سبسكرايب للقناة لو انت جديدة، وفعلي الجرس عشان تشوفيني فيديوز تانية كتير. اشوفكوا على خير، باي باي.